مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الفنان محمد بشنات يصنع الحدث في السوشيال ميديا، وهذا بعد أن ظهر رفقة عائلة طليقته سيليا الإمام، وتحديدا مع أمها وأختها المؤثرة منى الإمام. وقد ظهرت منى في إحدى حفلاته التي أحياها مؤخرا. مين سقسيك؟ شو كديري هنا؟ شفتها؟ يما لا غالب شافونا؟ مين سقسيك؟ شو كديري هنا؟ شفتها؟ يما لا غالب شافونا؟ سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.